للأوبئة والفيروسات تاريخ، حصدت آلاف الضحايا وتسببت في أزمات اقتصادية، آخرها فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 15 مليون شخص وأدخلهم في حجر منزلي غير مسبوق. فما هي الأوبئة الأكثر خطورة وكيف تطورت عبر الزمن؟ الموت الأسود أو الطاعون الدبلي الذي ظهر بين عامي 1347 و 1352 من أكثر الأوبئة فتكاً، تسبب في وفاة 200 مليون شخص، نتج عن بكتيريا يرسينيا التي تظهر عند القوارض والبراغيث، تمت معالجته بالمضادات الحيوية كون مصدره بكتيريا. الفيروس الجدري ظهر بين عامي 1520 و 1980، قتل 30% ممن أصيب به، وصل عدد الضحايا إلى 56 مليون شخص، وتم القضاء عليها عام 1980. الإنفلونزا الإسبانية ظهرت عام 1918، أصابت ربع سكان العالم، سجلت بين 40 و 50 مليون وفاة خلال عام واحد، أكثر حالات الوفيات عند الفئات العمرية ما بين 20 و 40 سنة، ومن أعراضها الاختناق نتيجة نزيف أو الالتهاب الرئوي. فيروس كورونا ظهر في ديسمبر 2019، أصاب أكثر من 15 مليون شخص، سجل قرابة 620 ألف وفاة خلال أقل من سنة، تم رصده لأول مرة في مدينة يوهان الصينية وانتشر بعدها عبر العالم. تتسابق هيئات لإيجاد لقاح ضد الفيروس، لكن العالم لا يزال ينتظر اللقاح الموعود.